العالم أجمع. هذا الإنسان اللي كان قاعد بدير وبعده بمحبسة، الصمت كله، ضج العالم باسمه، ضج العالم بحكيه، ضج العالم بحكمته. شفتوا كيف قعد كم سنة يحكي مع الرب؟ آخر شيء الرب قال له يا شربل احكي مع العالم كله، العالم كله عم تسمعك، العالم كله عم تشوفك. وهيدا شربل اللي من ضيعة صغيرة بلبنان، اللي من محبس صغير يمكن ما كان حدا لا سامع فيها ولا بيعرفها، على هونيك تل بعناية صارت هيدي المحبسة، أرزة لبنان الجديدة صارت شجرة العالم كلها اللي عم تفي كل المؤمنين من حرارة الشمس القاتلة، النار اللي هي تقدر تكون مرض أو زعل أو سفر أو أي شيء. مر شربل حمينا، مر شربل بقوة ربنا يسوع المسيح بالمحبس اللي ما كان حدا سامع فيها صارت منارة لكل العالم. سلام الرب يسوع معكم من جديد. نحن اليوم بحكاية قديس ما بلش حلقة.